للولاد الصغيرين، بنخاف عليهم قوي. الاطفال الصغيرين عايزين نجيب لهم حاجات شيك وحاجات لطيفه، واما اخرج تبقى الحاجه محكمه ما تتبهدلنيش، بدل ما اشتري شنطه واشتري علبه واشتري معلقه من الصيدليه واشتري. فانا شايفه ان دي يعني الباكجز اللي معموله كشنط للاطفال بتخاطب صغيرين وكبار، انا شايفاها لطيفه جدا. باكج بيريح الام وبيريح الطفل كمان على حسب ذوقه واللون اللي هو بيحبه، هيلاقي لكن الوان متنوعه في من كل شنطه فيهم ليها الالوان بتاعتها، يعني يختار الطفل اللون اللي هو بيحب فيه. في 6 ألوان من كل منتج. كويس جدا. طيب سؤال بقى يا استاذه هناء، اتفضلي. انتوا بالنسبه للفرع ده الفرع الوحيد مبدئيا، احنا بادئين بقالنا بالظبط 3 شهور ما شاء الله، من شهر 10 بدانا هنا في مصر. ففي خلال ال3 شهور دول ان شاء الله يعني هيبقى عندنا فروع ثانيه على عيد الام هنفتح ان شاء الله. اتفتح ده فرع الهرم بس من 3 شهور كويس، انما ان شاء الله في 3 فروع تانيين في محافظات بقى مش في القاهره. ان شاء الله على خير، ان شاء الله ربنا يوفقكم طبعا اكيد. يعني يسعدنا طبعا تبقى وجودكم، يسعدنا ان احنا نوري للناس الهدايا خاصه بالام. كلنا عايزين اكيد نهادي حمواتنا وامهاتنا وكده. انا مبسوطه جدا ان يعني مبسوطه بالمنتج. خلينا نعيد تاني ونقول للناس ان المنتج ايه الفرق بينه وبين اي منتج تاني بيتباع في السوق. معلش ان هو في 6 مميزات مش موجوده في السوق. اول حاجه ان هو بيجمع ما بين حاجه الفريزر والثلاجه والمايكرويف والخزين كله في علبه واحده، انا اقدر استخدمها خزين واستخدمها ثلاجه وفريزر ومايكرويف. دي اول ميزه. ثاني ميزه هي ضد الكسر، ومعايا ضمان مدى الحياه ان هي ضد الكسر. ثالث حاجة هي ضد نمو البكتيريا، دي أهم حاجة، ما بتفاعلش مع الأكل. في بتتحمل الدرجات المختلفة، سخنة قوي مش مهم، بس هي هي مهيئة لده بالظبط كده. بتتحمل درجات الحرارة المختلفة، ضد الكسر، ومعايا ضمان مدى الحياة إن هي صعب كسرها في حالة لو حصل واتكسرت، لأن إحنا عارفين إن أي براند ممكن يبقى فيه 1% هالك أو في أي مشكلة فيه، فهو بيتبدل. ضمان مدى الحياة.